موقع أنا السلفي. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ومع أن الآية نزلت في الأخنس، إذا تولى أي إذا ذهب عنك بعيدا يا محمد صلى الله عليه وسلم، سعى في الأرض بقدميه يهلك الحرث ويهلك النسل، والله تبارك وتعالى لا يحب الفساد. يقول العلماء كما حدث من الأخنس حرق الزروع وقتل الحمر، يقول العلماء إن من يقتل حمارا أو يحرق زرعا أو طعاما أو يتلف مالا استوجب الملامة ولحقه الشين إلى يوم القيامة، أي لحقه العار والنقص. إن من يقتل حمارا أو يحرق زرعا أو يتلف مالا أو طعاما لحقه الشين، استوجب الملامة ولحقه الشين إلى يوم القيامة، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الخراب، الله لا يحب أذية الناس، الله لا يحب الإضرار بخلقه سبحانه وتعالى، الله لا يحب إتلاف الأموال ولا إتلاف الزروع ولا إتلاف الممتلكات، الله لا يحب ترويع الآمنين ولا أذية الناس، الناس كل الناس، وقولوا للناس حسنا. ولقد قال عطاء رحمه الله، قال عطاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرم رجل في جبة له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها لأنها لا تصلح للإحرام، فقال قتادة لعطاء: كنا نقول أن يشقها، أي كنا نفتي بأن الذي يلبس جبة يحرم فيها وجب عليه أن يشقها. قال عطاء: إن الله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب الفساد بكل صوره، لا يحب الفساد الأخلاقي ولا الفساد المادي ولا الفساد الاعتقادي، لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. فلننتبه عباد الله، حذاري أن تفسد إنسانا بفتوى أو تفسده باعتقاد خاطئ أو تفسده بسلوك سيء، كل هذه الألوان من الفساد، ويدخل فيها إتلاف الممتلكات وهتك الأعراض وإفساد الجيل الجديد بهذه التربية التي نراها والتي لا تسمن ولا تغني من جوع، لا يحب ذلك كله رب العباد عز وجل، والله لا يحب الفساد.